سيكون معنا من موسكو السيدة علا شحود الكاتبة والمحللة السياسية. سيدتي، ما الذي دعا روسيا في هذا التوقيت إلى تسليم هذا النوع من الشحنات الوقود النووي، وهل طلبت الصين هذا؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. في الحقيقة نتذكر أنه في 30 من ديسمبر الماضي كان هناك لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني عبر الفيديو، ووقتها صرح بوتين بأن العلاقات الروسية الصينية السياسية والعسكرية هي علاقات تتمتع بخصوصية كبيرة ومهمة جدا لدى الجانب الروسي، وروسيا تعتز بعلاقتها المتينة عبر سنين طويلة مع الصين. في أيضا في الخطاب الذي ألقاه بوتين في 21 فبراير الماضي أكد على العلاقات المتينة والقوية مع الصين، وهذه كانت مؤشرات ورسائل مباشرة للولايات المتحدة على نية روسيا بتعميق علاقاتها مع الصين وربما تبادل الدعم العسكري بين البلدين. تأتي اليوم دعم روسيا وإرسال روسيا هذه الشحنة من اليورانيوم إلى الصين من أجل تقوية ودعم المفاعل النووي هناك. لابد أن هذا الدعم سوف يخل بالتوازن العسكري الروسي والصيني، أيضا سوف تقوى متانة الترسانة العسكرية النووية الصينية، وهذا بكل تأكيد يزعج الولايات المتحدة كثيرا لأنه لا يصب في مصلحتها هذا التعاون والتساند الروسي الصيني. اليوم يأتي بعد أن اشتدت المعارك يعني تضخمت بين الجانبين الروسي والأوكراني، لابد أن الولايات المتحدة تفهم أن هذا التعمق يؤدي إلى انتصار روسيا بشكل قريب، لأنه حقيقة الدعم الصيني لا يخفى على أحد أنه يمكن أن يغير موازين القوى الدولية، ويمكن أن يهدد أيضا الوجود الأمريكي على الساحة الدولية، حيث تعمل روسيا والصين على إنهاء العالم متعدد على العالم واحد الأقطاب وإنشاء عالم متعدد الأقطاب لن تكون فيه الولايات المتحدة هي يعني الرئيس، بل سوف يكون تشاركية بين جميع دول العالم يرأسها روسيا والصين. نعم، اسمحي لي أن أحيي من دبي السيدة تشو تشوان الكاتب والمحلل السياسي الصيني. سيدي، قبل هذه الشحنة أين كانت أو من أين كانت تدبر الصين هذه الاحتياجات من الشحنة النووية؟ أعتقد أن المخاوف الأمريكية يعني لهذا الشحنة اليورانية بدون أساس حقائق، حيث أن الحكومة الصينية قد أوفت بالتزاماتها باتفاقية عدم الانتشار النووي بشكل كامل، كما أنها قدمت تقريرها بشأن الجزء المدني من رشاناتها النووية إلى وكالة دولية للطاقة الذرية. كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في الشهر الماضي إن الولايات المتحدة يعني تبالغ في تحديد النووي الصيني كحجة لتوسيع ترسيناتها الاستراتيجية، بينما تحافظ الصين على سياسة دفاعية تشمل عدم استخدام الأسلحة النووية أولا. هل لديك أن تفيدنا ما هي القدرة النووية التي تمتلكها الصين في هذا التوقيت؟ هل لديك معلومة عن هذا الأمر؟ بالحقيقة لست خبيرا في هذا المجال، ولكن أعتقد أن الصين باعتبارها دولة تمتلك القدرة على استخدام طاقة نووية بشكل سلمي، فأعتقد أن الصين ستحافظ على حماية سلامة استخدامها. لأن نعرف أن انتشار أسلحة نووية ستؤدي إلى نتيجة كارثة ليس بالنسبة إلى الأطراف المتصارعة فحسب، بالنسبة إلى جميع دول العالم. فأعتقد أن جميع الدول التي تمتلك القدرة على استخدام الطاقة النووية ستحافظ أو يعني تحافظ على حماية سلامة استخدام هذه الطاقة النووية. نعم. أستاذ علا شحود، الملاحظ أو المتابع من هذه المعركة بأن أوكرانيا على وجه التحديد ترغب في حشد العالم الغربي وأوروبا في إطار معركتها، وأنها لا تمانع في أن تتحول هذه الحرب من أجلها إلى حرب عالمية ثالثة، والأمر كذلك بالنسبة لروسيا هي الأخرى ترغب في أن تصطف الصين عاجلا وليس آجلا ضمن هذه المعركة حتى تتحول هذه المعركة إلى صراع بين أقطاب. أين أنت من هذا الطرح؟
يعني الحقيقة أنا أرى أن روسيا ترى نزاعها العسكري مع أوكرانيا هو حرب وجودية، لا يمكن لأي سبب من الأسباب أن تهزم روسيا في هذا الحرب مهما كانت النتائج. حقيقة إذا أردنا التحدث عن التهديد بالسلاح النووي، أعتقد أن روسيا تهدد بالنووي تهديد ردعي، أي أنها فقط لردع ولتخويف الولايات المتحدة، طالما لم تقترب من حدودها ولم تقترب من أراضيها ولم تهدد وجودها المصيري على أرض الواقع. يعني شهدنا أنه أيضا في خطاب الرئيس الروسي بوتين في 21 فبراير الماضي أعلن يعني تجميد المشاركة أو تقريبا انسحاب روسيا من معاهدة نيو ستارت بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي تنص على عدم جواز استخدام السلاح النووي أو حتى يعني تجريبه ولا في أي حال من الأحوال. وإعلان بوتين لانسحابه من هذه المعاهدة يعني أنه بأي دقيقة ممكن أن تستخدم روسيا السلاح النووي في حال تهدد وجودها على أرض الواقع. ما هو مفهوم تهديد الوجود؟ التعاون العسكري النووي الروسي الصيني أيضا له أبعاد مهمة جدا، حيث أنه سوف يرفع يعني معدل الرؤوس النووية الموجودة للصين خلال 12 شهرا، حسب مراقبين يقولون أنه خلال 12 شهرا سوف تتحول الصين من 400 رأس نووي إلى 1500 رأس نووي، وهذا كله يصب في مصلحة الاتحاد العسكري والنووي أيضا الروسي الصيني، ولا بد بكل تأكيد أنه يضعف الجانب الأمريكي. أما أوكرانيا وجودها من هذا يعني في هذا المكان، أعتقد أن أوكرانيا هي الخاسر الكبير، حيث حولت أراضي أرضها إلى منطقة نزاع بين القوى العالمية الكبرى. الحقيقة هي يعني الخاسر الوحيد والأكبر. لم نستطيع أن نغفل أن أمريكا بعيدة جغرافيا، بعيدة جدا، وهذا ما جعل أن أمريكا كانت أقل الخاسرين عالميا ودوليا بعد الحرب العالمية الثانية. أتمنى لو تسمعيني سيدتي. كان سؤالي منذ فترة، ما هو مفهوم تهديد الوجود الروسي طبقا لسياستها والإعلانات المتواترة بشأن هذا الأمر؟ متى نقول أن روسيا قد هددت وجوديا؟ عندما يتم الوصول إلى الأراضي الروسية والأجواء الروسية بشكل حقيقي ووجودي ونرى. كيف تفسري الإحراصات الأولى لوصول هذه المسيرات الأوكرانية إلى العمق في روسيا؟ والداخل الروسي صرح بأن هذه المسيرات التي تم إسقاطها في ضواحي موسكو هي مسيرات صغيرة مزعجة، لكنها أيضا بكل تأكيد لا تهدد الوجود، لأنها يعني لا تستطيع القيام بأي شيء. هذه التصاريح التي صرحت بها الداخلية الروسية، لهذا لم تعتبرها أي تهديد وجودي، لكنني أعتقد أن وصول الأسلحة الثقيلة التي وعد الغرب بشحنها وبمد أوكرانيا بها، هذا حقيقة ما يهدد الوجود الروسي، التي يعني وعدت روسيا مسبقا أنه هذا الشيء لن يتحقق، هذا الحلم الغربي بإيصال الدبابات والدفاعات الثقيلة إلى الأراضي الأوكرانية أو إلى الحدود الروسية. قالت روسيا مرارا أنها لن تسمح لهذا بالتحقق، طبعا هذا تلميح إلى أنها سوف تقوم بهدم والقضاء على هذه الأسلحة قبل وصولها إلى الأراضي الأوكرانية. سيد شو تشوان، السؤال الغائبة إجابته، ما الذي يؤخر الصين عن الإعلان عن موقف صريح واضح بعيدا عن هذه المناورات السياسية التي تمارس من كل الأطراف؟ أين تقف الصين من هذه المعركة؟ أعتقد أن موقف الصيني تجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي يعني ثابتة ومستمرة، على وهو الدعوة إلى وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام. نعرف أن ولكن للأسف الشديد نشهد يعني استمرار الحرب بين البلدين باستمرار، وخاصة مع تقديم الولايات المتحدة والدول الأوروبية مزيد من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا بشكل مستمر. فهذا يعني يعزز الوضع الراهن في الأزمة. نعرف أن قبل عدة أيام اقترحت الصين مبادرة السلام أو نسميه مبادرة السلام لحل الأزمة الأوكرانية، ألا وهو عن طريق
حل سياسي أو دبلوماسي، لأن هذا سيدفع ثمنا أصغر ولكن سيحقق نتائج أكبر. ولكن هذه مبادرة جيدة، ولكن يحتاج إلى وقت لتطبيق أو لتنفيذ هذه المبادرات. أعتقد أصعب شيء على هو كيفية إقناع الولايات المتحدة أو الدول الأخرى فيها في الدول الأوروبية أن يوقف تقديم معدات عسكرية إلى أوكرانيا. إذا استمرت هذه العملية بشكل مستمر فأعتقد أن الحرب لم ينتهي بشكل سريع جدا. ولكن على كل حال قد أظهرت الصين موقفها تجاه المجتمع الدولي أن وهي ستلعب دور أكبر في تحقيق الوساطة بين الأطراف المتصارعة، وذلك عن طريق دبلوماسي وسياسي، لأن هذا ربما سيكون حلا أفضل لإنهاء هذه الأزمة. شكرا لك من دبي السيدة تشو تشوان الكاتب والمحلل السياسي الصيني، شكرا لك إذ كنت معنا من هناك. كما أشكر أيضا السيدة علا شخود الكاتبة والمحلل السياسية إذ كانت معنا من العاصمة الروسية موسكو. شكرا لكم يا سادة.